كشف البنك المركزي المصري أن المحافظ التمويلي للبنوك الموجه للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة قد نمت بنسبة 362% في 3 سنوات خلال الفترة من ديسمبر 2020 إلى ديسمبر 2023. وأعلن المركزي أن معدلات نمو الشمول المالي للشباب قد بلغت نحو 48.5% خلال الفترة من 2020 وحتى 2023 لتصل إلى 18.8 مليون شاب من إجمالي 36.6 مليون شاب، وبنسبة تصل إلى 51.5%. وذكر البنك المركزي في تقرير حول المؤشرات الرئيسية للشمول المالي لعام 2023 أن نسبة المواطنين الذين يمتلكون حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية قفزت إلى نحو 70.7% من إجمالي 66.4 مليون مواطن. أكد وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي أكد على المضي قدما في تنفيذ البرنامج المستهدف للانتهاء من تخفيف أحمال الشبكة القومية للكهرباء بنهاية الأسبوع الثالث من شهر يوليو في ظل انتظام الشحنات الاستيرادية اللازمة من الغاز والمازوت ووصولها تباعا إلى مصر. جاء ذلك خلال جولته التفقدية انتظام العمل في مركز التحكم القومي للغاز الطبيعي بشركة جاسكو. ولفت بدوي إلى أن العمل على زيادة الانتاج المحلي من الثروة البترولية الزيت الخام والغاز الطبيعي مستمر من خلال التعاون الوثيق مع الشركاء والعمل معا على الإسراع بعمليات تنمية الآبار الجديدة المكتشفة ووضعها على خريطة الإنتاج، وكذا تكثيف أعمال البحث والاستكشاف في مناطق مصر البرية والجوية. أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط مواصلة جهود تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية بما ينعكس على تطوير استراتيجية التنمية المستدامة بالتعاون مع الأطراف ذات الصلة. جاء ذلك خلال لقاءات مكثفة عقدتها الوزيرة مع قيادات الوزارة في ثاني أيام عملها بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وأشارت وزيرة التخطيط إلى توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بشأن تطوير العمل على مختلف الأصعدة والاهتمام بالصحة والتعليم تنمية رأس المال البشري وتوطين الصناعة، فضلا عن تشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية وتشجيع القطاع الخاص. وإلى أسواق البترول العالمية، حيث ارتفعت أسعار النفط خلال التعاملات متجهة نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي بفضل آمال في طلب قوي على الوقود خلال الصيف وبعض المخاوف بشأن الإمدادات. وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.1% لتسجل 87.52 دولار للبرميل. وزادت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.12% لتسجل 83.98 دولار للبرميل. هذا وارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 0.1% لتصل إلى 2.63 دولار للتر. وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.82% لتسجل 2.37 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. تباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة في يونيو الماضي وإن ظل عند مستوى جيد، وارتفع معدل البطالة إلى 4.1%. وأظهر تقرير الوظائف الذي يصدره مكتب الإحصاء التابع لوزارة العمل زيادة الوظائف غير الزراعية بواقع 206,000 الشهر الماضي.
أجرى البنك المركزي الصيني عملية إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بقيمة 285.1 مليون دولار وبسعر فائدة 1.8% بعد في الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي. وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقا مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل. أظهرت بيانات حكومية يابانية أن إنفاق الأسر اليابانية قد انخفض في مايو الماضي بنسبة 1.8% عن العام السابق. وذكرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية أن متوسط إنفاق الأسر قد بلغ نحو 1800 دولار وانخفض الإنفاق على الغذاء الذي يمثل حوالي 30% من الإنفاق بنسبة 3.1%. كما انخفضت نفقات الثقافة والترفيه بنسبة 8.4% مدفوعة بانخفاض الإنفاق على برامج الرحلات الخارجية. أعلن مكتب الإحصاءات الاتحادي تراجع الإنتاج الصناعي في ألمانيا بشكل غير متوقع في مايو الماضي. وذكر مكتب الإحصاءات الاتحادي أن الإنتاج الصناعي قد انخفض في مايو 2.5% مقارنة بالشهر السابق. وأظهرت مقارنة على أساس ربع سنوي أن الإنتاج في الفترة من مارس إلى مايو ظل مستقرا على نفس مستوى الأشهر الثلاثة السابقة. أظهرت بيانات أن مؤشر الأمم المتحدة لأسعار الغذاء العالمية قد استقر في يونيو على خلفية الانخفاض في أسعار الحبوب، وقد بلغ متوسط مؤشر الأسعار لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الذي يتتبع السلع الغذائية الأكثر تداولاً عالمياً 220.6 نقطة في يونيو دون تغيير عن شهر مايو. انتهت جولتنا الاقتصادية وعودة من جديد إليكما سحر وحكمة. شكرا لك شروق.